حكاية فاوست، حكاية من التراث الألماني. في قديم الزمان عاش في ألمانيا عالم اسمه فاوست، وكان تلميذا جادا في كل المواضيع، وقد كرس كل حياته للعلم والمعرفة. لقد بلغت 50 ودرست دون انقطاع طوال هذه السنين، ولكن ما الذي أعرفه حتى الآن؟ لا شيء، لا شيء. فاوست، هل تعرف الأسرار المختبئة في ظلام قاع البحر؟ لا أعرف. لماذا يولد الإنسان ويموت؟ لا أعرف. ما السعادة البشرية؟ لا أعرف، لا أعرف. ترى هل تعلم ماذا يوجد في الكون الخارجي؟ لا أعرف. بعد جهود كل هذه السنين لا تزال جاهلا؟ حياة الإنسان أقصر بكثير من أن يتعلم كل شيء. حقا؟ ستموت قريبا أيها الرجل. أعلم ذلك، وأحتاج وقتا لأتعلم المزيد عن هذه الدنيا. أريد أن أكتشف ما هو أهم شيء في الدنيا، وسأبذل كل جهدي لكي أعرف ذلك. يجب أن أعلم كل شيء. قريبا ستصبح مثلي. فاوست، فاوست، هل ستفعل شيئا لتعرف كل شيء عن الدنيا؟ أتعني ما تقول؟ من تكون أنت؟ أنا موفيستو، معروف ومشهور في كل الأزمان، نادني موفيستو. لا أحتاج إليك، أخرج. لا تقل هكذا يا قاسي القلب. هل تريد أن تحقق أمنيتك؟ تحملت الكثير لأصل إلى هنا. تبرع موفيستو أن يعلم فاوست كل شيء عن الدنيا مقابل حياته. أبيع حياتي لك؟ لن تحصل على فرصة نادرة كهذه مرة أخرى. أعطني حياتك وأعلمك كل أسرار الدنيا، وإلا ستموت جاهلا. لك الخيار. ماذا قلت؟ أحقا أستطيع أن أعرف كل أسرار الدنيا؟ ثق بقدرتي، سأعلمك كل الأسرار. فكر فاوست في الأمر، وفكر بإمكانية معرفته لأسرار هذه الدنيا، وقال: لا يهم. يبدو أنك قررت، إذن وقع هنا بدمك. هيا. جرح فاوست أصبعه ووقع على العقد بدمه. لقد وقعت العقد، حسنا. وهكذا وقع فاوست العقد. وبدأ فاوست رحلته الجديدة. هذا أنا؟ كنت عجوزا وأصبحت شابا. رائع، بشباب هذا سوف أحقق أمنيتي. صحيح، والآن لنبدأ الرحلة، الدنيا واسعة. ودع هذه الغرفة الصغيرة. آسف أيتها الشابة، آسف. ما أجمل هذه الفتاة، لقد أحبها فاوست من أول نظرة. أحست الفتاة الشابة بنفس الشعور نحو فاوست. أنا اسمي فاوست أيتها الفتاة، ما اسمك أنت؟ غريتشن. عزيزي، يجب أن أذهب. فاوست، لم أعد لك شبابك كي تحب. ومنذ ذلك اليوم أصبح فاوست بالنسبة لغريتشن رجلا لا ينسى. يحبني، لا يحبني، يحبني، لا يحبني، يحبني، لا يحبني، يحبني، يحبني. نعم، هذا صحيح. أحبك فاوست. يا للتعاسة، الوقت يضيع. منذ ذلك اليوم أصبح الاثنان متلازمين. قصة غرام فاوست مع غريتشن كانت أبدع من أي شيء تعلمه فاوست أثناء دراسته. إلى متى سيلهو؟ لقد حان الوقت لإشغاله. سوف نبدأ الرحلة وفي الحال، ما رأيك؟ طبعا، لقد أنهيت درسك في موضوع اللهو. سنبدأ الرحلة من قاع البحر إلى نهاية الكون، ما رأيك؟ أتستطيع أن تنتظر قليلا؟ كفى، ماذا جرى لأمنيتك بالتعرف على العالم؟ لا نستطيع أن نضيع مزيدا من الوقت، هيا بنا.
كلا أرجوك انتظري لكي أودعها. لقد ضاق صبري، لا أستطيع أن أنتظر عبثا. هل تريد أن تفسخ العقد بيننا؟ أرجوك أعطني وقتا لأودعها. وتمزق قلب كريتشين من كلمات وداع فاوست. كريتشين اسمحي لي، يجب أن أذهب يا عزيزتي. هل رغبتك بالعلم مهمة إلى هذه الدرجة؟ إني تلميذ وأريد أن أعرف كل شيء عن الدنيا. هل هذا أهم من حبي لك؟ حبي لك لم يتغير، ولكن يجب أن أذهب. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني. أرجوك أتوسل إليك أرجوك. هيا بنا. من أنت؟ أنا ميفيستو المعروف. ميفيستو؟ والأكثر من هذا إني أعز صديق لفاوست. هيا بنا، ماذا تفعل مع هذه الفتاة الصغيرة؟ الدنيا جميلة، هيا نرحل هيا. كفى، لا تصدق كلامه. إنني أحبك أكثر من أي شيء يا غريتشن، ولكن رحلتي مهمة. فاوست لا تستمع إلى موفيستو، أرجوك لا تستمع. اعذريني يا غريتشن. لا تتردد فاوست. فاوست أرجوك لا تذهب، لا تتركني أرجوك أرجوك. فاوست فاوست يا إلهي. وداعاً وداعاً. بعد فراقها عن حبيبها فاوست أصبحت كريتشين وحيدة ويائسة، ومن شدة وحدتها أغرقت نفسها في البحيرة. والآن هذا كل ما أردت أن تعرف عن الدنيا. وهكذا وبدعوة من موفيستو بدأ فاوست رحلة البحث. ومضت عشرات السنين. هذه الدنيا؟ هذا كل ما يمكن أن تعرف عنها. ولكني لم أعرف بعد أهم شيء في الدنيا. من المفروض أن يكون هذا الشيء المهم بين الأشياء التي رأيتها إلى الآن. من الأشياء التي رأيتها؟ نعم لقد تذكرت. يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني نعم يحبني. نعم إني أحبك يا غريتشين. وفي عصر أحد أيام الشتاء الباردة وقف رجلان أمام قبر غريتشين. سامحيني يا غريتشين أرجوك. هكذا إذا في النهاية وجدت طريقك إلى هنا. غريتشين عرفت الآن ما هو أهم شيء في الدنيا، إنه الحب، الحب الذي بيننا، حب الخير، وبدونه كل شيء جامد لا معنى له. سامحيني يا غريتشين، سامحيني يا حبيبتي. هيا بنا الآن، لقد حان الوقت. افعل ما تشاء بحياتي، لم أعد أهتم بشيء أبدا. هيا افعل ما تريد. أخيرا أنت جاهز. حسنا كما اتفقنا. حياتك أصبحت ملكي يا فاوست. إن رحلة المجهول تبدأ من البحث عن الذات أولا. متى عرفت نفسك عرفت كل شيء، وهذا ما لم يدركه فاوست في البداية. حياتك ملكي. وفي تلك اللحظة موفيستو موفيستو لقد أنقذ فاوست. ماذا تفعل؟ إلى أين ذاهب؟ موفيستو ألا ترى بأنه أنقذ؟ اذهب
وهكذا انتصرت إرادة الخير والحب وتوحدتا معا. إن حب كريتشين النبيل لم يكن أقوى من عقد ميفيستو فحسب، بل كان أقوى من أي شيء آخر في الدنيا كلها.